وقد كشفت بيانات من اتحاد النقابات العمالية التركية عن ارتفاع خط الفقر في البلاد بما يقرب من 50% من الحد الأدنى للأجور. وارتفع عتبة الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في تركيا بنحو 30% منذ شهر نوفمبر من عام 2019. ويشير حد الفقر إلى الأموال اللازمة لأسرة مكونة من 4 أفراد لإطعام نفسها بشكل كاف وصحي، كما أنها تغطي النفقات على الضروريات الأساسية كالملابس وإيجار المنزل والكهرباء والمياه والصحة والتعليم.